هم استعمالات النظارات، به النظارات الطبيه، نظارات الاكسسوارات، شنو الاكثر سحب عليها او حاجه الانسان لها؟ يعني صراحة أكثر النظارات الطبية، يعني البين أكثر شيء يستخدموها الدرجات الطبية، يعني أكثر استعمالات تصير بها. فأكو بعض من النظارات يجي شلون استعمال الزينة اللي بسوها كافية، هاي أمرار تجي عدسات زينة وأمرار تجي عدسات كتعبانة. يعني يكون تفضل على عدسات فلتر حماية للعين، هم درجة صفر وهم كحماية للعين. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أنه الإنسان بصورة عامة عينه معرضة لإخطاء انكسارية والأمراض الفسيولوجية. هذه الأمراض الفسيولوجية أمورها وعلاجاتها تختلف. أما باختصاصنا كفاحصين بصر، فعلاج للأخطاء الانكسارية اللي هي تكون فيزيائية، فهواية أمور يعني تستوجب تلبس نظارات إذا كان درجة قليلة أو قوية، لأنه النظارة هسه هي إحنا لازم نعرف أنه وسيلة حتى نشوف بها. هذه أولا خليها ببالنا، هي مو علاج، مو جرعات مثل باقي مثلا الأمراض حتى نأخذها ونقول ها شو ما فادتني ما تحسنت. هذه النقطة. الشغلة الثانية بنفس الوقت، النظارة ممكن تحافظ على عين المريض، وممكن من خلالها يتحسن حسب استجابة العين عن المريض. هذه الشغلة الأساسية باختصار. والله هي كل واحدة إلها وظيفتها. العدسة النظارة الطبية هي الأفضل طبعا، ليش؟ ما بيها أي مساوئ، رأس النظارة اللبس عالي. العدسة اللاصقة يحتاجوها المن الحالات خاصة، زين مثلا درجة عالية أو عمل ما يحتاج به النظارة، عمل شاق أو كذا بحركة هواي، فهذه الحالة. وإلا العدسة اللاصقة هي نفس الدرجة للعدسة النظارة الطبية، والعدسات اللاصقة انصنعت من زمان مو اليوم، يعني 1862 انصنعت أول عدسة لاصقة، وبعدين أجروا عليها عدة تطورات، صارت من عندها نافذة للأكسجين، وقسم من عندها سوفت، وقسم من عندها هارت، يعني صلبة. أكو بعض القرنية مالت العين تصير كونيكال كورنية، يعني قرنية مخروطية، فما ترهم إلا العدسة اللاصقة اللي هي عدسة هارت صلبة. زين هذه هو إلا ما نفس الكفاءة تنطي، يعني هذه شو بيها هذه شو بيها. والله أنا بالنسبة للنظارات يعني أبو النظارة نصحة يغيرها، يعني لأنه هاي النظارة من تلبس، هذا اللي بس تسنين، يعني تقريبا بسنة 2000 أو 2001 لبست، سويت فحوصات ولبستها، بس ظلت تأثر على العين، لأن بين فترة فترة أنت لازم تسوي فحص، والنظارة الطبية إذا نزعتها من عينك أكثر من نص ساعة راح يتغير نظرك وراح يضعف أكثر، ها؟ وترجع لازم إذا لبستها هي نفسها مأثرة على عينك ما تشوف بيها، لازم ترجع تغيرها. زين يعني تاخذ لك سنة سنتين ثلاثة، كل ما هاي تضعف عينك. الأفضل أنا أقوله يعني وأنصح العالم أنه يشد عدسات، لأن العدسة أنت نايم أنت قاعد تسبح شغلتها، يعني هي بعينك. السلام عليكم. هذه الوسيلة تبدي يعني من أعمار محددة، يعني غير محددة عفوا، تكون تبدي ممكن من أول أسبوع من ذي الولادة إلى عمر كبير، يعني هذا يشخص بعدين قبل الطبيب أو الفاحص البصر، تشخص حالة النظار يعني حسب احتياجه، يكون تشخص النظارة يعني ضمن درجات العين المحددة له، يكتبها أما فاحص البصر أو إذا احتاج الدكتور هو اللي يشخص له تشخيص الدرجات إلى الموجودة. اليوم الأشخاص أو بعض الأشخاص يجون إلى استعمال العدسات أو التداخل الجراحي حتى تغنيهم عن النظارات. بعض حالات العيون يعني موجودة إلها تغني عن يعني بدل النظارة يقدر يسوي عمليات جراحية إلى منها الليزك موجودة أو تصحيح البصر موجود منها أو زراعة العدسات أو كبار العمر موجودة والأطفال حالات تجي مثل مائل أبيض موجود عمليات إلها تصلح عمليات. وقت بعض الحالات يقول لك أنا ما يعني ما تستوجب أسوي العملية، أستقر بالنظارة أبقى بها موجودة. فأكو حالات يعني موجود إلها بديل العمليات تكون تصحيح البصر، واثنينات جيدة تكون هي.